هذا الشنبان ما شاء الله باعوه ب 1150 والصبح 4400. كم عدده طال عمرك يجي؟ 300. الله يبارك له، يبارك للجميع ان شاء الله. طبعا هذا شمام ما شاء الله، العدد طبعا يقول رجال غير معروف، لكن يسامى لها 600 ريال. وهذا برضو شمام سيم 600 ريال، الله يبارك لهم. طبعا العدد تراوح بدوده 300 العدد الشمام هذا، الله يبارك له. هذا برضو شمام عدد تقريبا 300، يسام 800 سوم. وبيع كم؟ يسام 800 الان الشمام هذا. طبعا حبة كبيرة. هذا شمام ايراني، يسمونه شمام ايراني، الله يبارك لهم. هذا برضو شمام ايراني عدده تقريبا 300 يقول الرجال، يسام 800 الله يفقه. سم البيع طال عمرك، البيع قريب، يقول البيع قريب الرجال، الله يبارك له. هذا برضو هذا جح سيد الان ما شاء الله، العدد تقريبا 130، السوم الان 350، حادينه ب 500، الله يبارك له. اي نعم، هذه السياره الان احنا بسوق ساجر العامر، وساجر معروفه اللي حقها منتجه لها للبطيخ، الله يبارك لهم. هذا برضه جح سيد الان، العدد بحدود 100 وفوق العدد، يسام 500 والبيع 600 ريال. حبة كبيرة طبعا، حبته كبيرة، الله يبارك لهم. السيارة الآن برضو تسام 250 طبعا، والبيع يقول الرجال قريب. تقريبا كم العدد؟ تقريبا العدد يقول الرجال 120، تقريبا يقول 120، إذا يقول إذا ما زاد عن 120 ما ينقص عن 120. طبعا هذا كله الحين الاسعار هذه الحقيقه في سوق البطيخ بساجر اللي المنتجه الحقيقه لهذه الحبحب، الله يبارك لهم. هذا ما شاء الله برضه سياره البطيخ تسام 350. ايوه، وشرط حلوها مال شرط الرجال، يشرط انه جح حلو، حبات كبار حقيقه الرجال. أيوة، تسام 350 والعدد يقول فوق ال 100 تقريبا، والبيع مو بعيد للجاذب. أيوة، الله يبارك لهم، الله يوفقهم، يعطيكم العافيه اخوي. البطيخ برضو حبه كبير سيد الان، العدد تقريبا فوق ال 100، يسام يقول الرجال عن 350، والبيع قريب، والبيع قريب. ما شاء الله هذه البطيخ ما شاء الله حبه كبيره حقيقه، يقول الرجال تقريبا العدد من 90 وفوق، يسام 900 الان، والبيع قريب، يعني البيع قريب ما هو بعيد، الله يبارك لهم ما شاء الله، الله يرزقهم. ٣٥٠ سهم ٣٥٠، هذا ما شاء الله حب اللي هو مدور ومخطط، انتاج ساجر مزارع ساجر العامري، الله يوفقهم ما شاء الله. يقول الرجال العدد يعني ما اقدر اقول لكم لاني ما عديته بالضبط، صح ولا لا اخوي؟ اي نعم، يسام 350، والبيع بعيد ولا قريب؟ البيع يعني الله يوفقه ان شاء الله، الله يوفقه ان شاء الله، جزاه الله خير ما شاء الله، يعطيهم العافيه. هذا ما شاء الله بطيخ مدور مخطط، باعوه ب 700، السياره ذي بيعت باعوه ب 700 ريال، الله يبارك لهم. ما شاء الله سوق ساجر ما شاء الله مزدحر الحقيقه بالبطيخ بالسيارات المعروضه. طبعا سيارات سوق ساجر دائما العرض فيه من الصباح حتى بالليل، وهم يعرضون تجي السيارات من المزارع يعرضون فيه، سيارات كثيره والعرض كثير، والله يوفق الجميع ان شاء الله. هذا اللي هو البطيخ المدور، يسمونه البطيخ ده ملوكي، الملوكي طبعا حبه كبيره اللي هو يجي مستطيل. العدد يقول الرجال تقريبا 100 تقريبا، يعني يسام كم طال عمرك؟ 700 400 ريال، 400 ريال يسام 400، والبيع يا اخوي هذا 750 سيم 750، العدد تقريبا فوق ال 100. الله يحولك. ها؟
تقريبا العدد اقل من 100. هذا طبعا اللي هو يسمونه الجح ملوكي اللي هو المستطيل يعتبر. اسامه الان قلنا 750 زود. هذا بطيخ حبه كبيره يسمونه راكد، حب كبار الحقيقه، الاول اخضر مخطط. اسامه الان 700 شيخ، سام 700. الله يبارك لهم. العدد يقول رجال، والله ما اقدر اعطيك المعلومه بالضبط، لكن الله يقول الله يبارك لهم. حقيقه نشكر جميع الاخوان اللي في سوق ساجل البطيخ على تعاونهم معنا على هالتغطيه، وكنا ودنا نصور لكم الكثير لكن حقيقه اكتفينا بغطيناه. الله يوفقهم ويبارك في هالسوق ودائما يشوفوا عامل.